درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر وجد نبيل من قناة دروس ببلاش، فابقوا معنا. أعزائي طلاب وطالبات سنة تانية إعدادي، مكملين مع بعض إن شاء الله يونت 3 lessons 3 and 4 great jobs part 2، الوحدة الثالثة، الدرسين الثالث والرابع، الجزء الثاني. الجزء الأولاني كان عبارة عن reading وlistening وحل تدريبات. النهاردة إن شاء الله قاعدة used to زائد حل تدريبات عامة على الدرسين الثالث والرابع. في أول تعليق أسفل الفيديو هتلاقي تعليق مثبت أو رابط، لما تضغط عليه هيوصلك لقائمة تشغيل أو بلاي ليست هيكون فيها كل الفيديوهات الخاصة بتانية إعدادي. كمان قبل نهاية الفيديو بعشرين ثانية بالظبط هتظهر لك شاشة النهاية أو إند سكرين، هرشح لك تلات فيديوهات مهمين في القناة ممكن تشوفهم بعد نهاية هذا الفيديو مباشرة. عايزين نركز في الشرح، نفهم الدرس كويس، وبعدين نحل تدريبات كتيرة يا مستر وجدي. النهاردة عندنا language يعني اللغة، أو جزئية الجرامر. جزئية الجرامر دي بتتكلم عن قاعدة اسمها قاعدة used to. خلي بالك، عاوزك تركز لي في نطقها used to sound used to. بنقول ان قاعدة او used to دي ببساطة كده يعني بعبر عن حاجات او عادات، اشياء كانت بتحدث في الماضي ما بتحصلش دلوقتي. يعني انت كنت متعود تعمل حاجة معينة قبل كده بس دلوقتي ما بتعملش الحاجة دي بنسميها قاعدة ايه؟ used to. يبقى تستخدم used to للتعبير عن العادات والأعمال الروتينية في الماضي. خلي بالك الحاجات دي ايه؟ ما بتحصلش دلوقتي. طيب عندي مثال بسيط. When I was young I used to play in the street. لما أنا كنت صغير في السن I used to play in the street، كنت متعود ان انا العب ايه في الشارع. لكن دلوقتي اكيد انت دلوقتي مشترك في نادي كبير، دلوقتي يعني الامور اتغيرت. يبقى معنى ذلك الحاجة اللي كنت بعملها اللي هو اللعب في الشارع اللي كنت بعمله زمان ما بعملهوش ايه دلوقتي. خلي بالك، يبقى انا عندي التكوين او الفورميشن بتاع الحاجة دي نشوفه في الجملة المثبتة. اولا عندي subject يعني يا مستر، subject يعني الفاعل يا حبيبي، الفاعل اللي هو I, we, you, they, he, she, it، ايا كان الفاعل المفرد مثنى جمع. used to زائد الverb infinitive or base verb اللي هو المصدر. اعتاد ان ياكل، اعتاد ان يشرب حاجه معينه، اعتاد ان يزور مكان معين، اعتاد ان يلعب في مكان معين. My father used to work in a bank but now he works in an office. يعني والدي كان متعود قبل كده كان بيشتغل في بنك بس دلوقتي الامور الحاليه بيعمل ايه؟ في مكتب. خلي بالك used to ياتي بعدها الفعل في المصدر الساده من غير زياده، بدون اي اضافات، بدون اس او اي اس او اي ان جي او اي دي او اي 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 دي. جمله ثانيه، we used to live in a village but now we live in the city. كنا متعودين زمان يا مستر عايشين في قريه، ربنا فتح علينا دلوقتي انتقلنا الى المدينه، مبروك حبيبي. we used to live، خلي بالك we used to live in a village، used to ياتي بعدها الفعل في المصدر، but now we live in a in the city. خلاصة الكلام used to يعني اعتاد ان، ويأتي بعدها فعل في المصدر. بنتكلم عن حاجات، عادات، اشياء كانت تحدث في الماضي ولم تعد تحدث الان. عندنا صورتين جميلتين هنا. في البداية كانت 2000 سنة 2000 في بداية حياتهم، كانوا متجوزين وكان عندهم عربية صغيرة. they used to have a small car. They used to have a small car. كانوا معتادين ان هو يبقى معاهم عربية ايه صغيرة. الكلام ده قبل كده سنة 2000، ربنا فتح عليهم دلوقتي وخلفوا وبقى عندهم ولد وبنت وعربية جامدة قوي. خلي بالك الجملة دي لما ان فيها اقول لك they didn't used to have a big car. خلي بالك الجملة دي انا اللي هي الاولانية يعني ما كانش معتادين ان هو يكونوا عندهم ايه عربية كبيرة، لانهم عندهم عربية صغيرة في البداية، لكن دلوقتي they have a big a car. طيب يا مستر وجدي في النفي،
خلي بالك انا عاوزك تركز قوي في النفي ده. في النفي بقول didn't use to، خلي بالك لاحظ ان انا use بدل ما ينفعش تقول use to، هي تتنطق بلند كده حته واحده use to ايه يوز تو، يبقى didn't ايه يوز تو. يبقى خلي بالك اذا كان فيها دي او من غير دي هتتنطق يوز تو، بس اعرفها ازاي يا مستر؟ لو كانت في النفي او الاستفهام اللي هنشرحه بعد شويه هتبقى يوز كانها يو اس اي وبعدين اي تو. عند السبجكت ايا كان مفرد مثنى جمع didn't، خلي بالك انا عاوزك تركز لي قوي لان هنحل تدريبات كتير قوي دلوقتي. didn't ياتي بعدها يوز تو من غير الدي خلي بالك، وبعد كده الفعل في المصدر. I didn't used to like salad when I was young but I love it now. يعني انا ما كنتش بحب السلطة قبل كده لما كنت صغير، بس دلوقتي I love it، انا بعشقها، بعشق الحاجة دي. يبقى انت ما كنتش او ما تعودتش انك تحبها وانت صغير، لكن دلوقتي بموت في السلطات. والبابا غنوج. عندي سي انتروجاتيف، صيغة الاستفهام. صيغة الاستفهام يا مستر وجد عايزك تركز لي قوي على ديد. انسى دو وداز دلوقتي. دو وداز في المضارع، النهارده بنتكلم في الماضي. عندك ديد والفاعل ايا كان، وبعد كده يوز تو، وبعد كده ايه الفعل في المصدر. بنقول هل اعتدت ان كذا. Did your mother used to read to you when you were young؟ هل ماما كانت متعودة انها تقرأ لك كده لما كنت صغير؟ طبعا ممكن تكون ممكن تكون لا، انت ممكن تجاوبنا براحتك. يبقى no she didn't او yes she did. ممكن اجابة مختصرة منفية no she didn't، اجابة مختصرة مثبتة yes she yes she did. يبقى هقرر لك تاني وعيد وزيد. يبقى عندك did وبعد كده الفاعل ثم used to بعد كده الفعل في المصدر. طيب ممكن حاجة تانية، لو أنا هسأل بالquestion word or WH question، يعني زي كلمة why، ممكن where، when وهكذا. عندي كلمة استفهام أيا كانت هذه كلمة الاستفهام، شغالين في did، شغالين في الفاعل، وبعد كده used to زائد الفعل في المصدر. أنا عاوزك تركز لي أوي في حاجتين دلوقتي، بعد ما أقول الجملة دي عايز أعيدهم تاني. Where did you used to live before you moved to this city؟ يعني كنت متعود تعيش فين قبل ما تنتقل الى هذه المدينة؟ هتقول انا كنت ما عايش في قرية. We used to live in a village. We used to live in a village. يعني مثلا انا حاليا عايش في القاهرة، انا اصلا من المنيا من الصعيد. يعني واحد يسألني يا مستر واجدي Where did you used to live before you moved to Cairo؟ انا رد عليه اقول له I used to live in منيا. هيسألني تاني Where did you used to live before you moved to Cairo؟ أنا رد عليك علشان كنت ساكن قبل كده أو عايش في المنيا I used to live in in منيا. خلي بالك أنا عاوزك تركز لي في حاجة دلوقتي، في لما بنيجي نتكلم في الاستفهام سواء كان بال yes or no question أو ال WH question بنتعامل مع المصدر. خلي بالك أو نتعامل مع used to، سواء في كل الحالات طبعا يوز تو هيجي بعدها الفعل في ايه في المصدر. ما تيجي نحل تدريبات كتيره يا مستر وجدي، افتح لنا كتاب المعاصر صفحه كام يا مستر وجدي؟ معايا الكتاب ما تقلقش، صفحه 157 اكسرسايز. خلي بالك يبقى يوز تو ياتي بعدها الفعل في المصدر ساده من غير زياده. في حاله الاستفهام وفي حاله النفي يوز تو ليو اس اي تو زائد برضو الفعل في المصدر، ونبدأ نشتغل تدريبات بداية دلوقتي الدقيقة 9. عندي choose the correct answer from A, B, C or D. He used to space in the countryside. حبيبي خلص الكلام. used to يأتي بعدها فعل في المصدر سادة من غير زيادة. lived لا يا مصر عشان فيها دي. living لا عشان فيها NG. lives لا عشان فيها S. يبقى he used to live to live in the countryside. Number two, Yasser's grandmother work in a hospital two, بس خلي بالك عندك two، اتنين two، يبقى هنا two اللي هي T-O. Number three, did he space to walk to school؟ كان معتاد ان هو يمشي للمدرسة. عندك use
or to use، طبعا لا used طبعا دي ماضي، خلي بالك هنا سؤال، في السؤال والنفي نتعامل مع المصدر، هكرر لك كل شويه الكلمتين دول. بعد كده used to، طبعا لا، did he used to walk to school؟ yes he did or no he didn't. number four، they used a small car، خلي بالك used to مصدر، لازم used to مصدر، used to دي مش مصدر، used to مفيش هنا to، يبقى سي لا برضو، ودي لا، يبقى to have، they used to have a small a car. امتحانات مجمع القاهرة مصر القديمة 2021. number five، did you used to have any different hobbies؟ no. هل انت كنت معتاد ان يكون عندك هوايات مختلفة؟ طبعا هتجاوب بنو، بس خلي بالك انا سألتك بديد، يبقى تجاوب بديد، وانت قلت نو يبقى لازم تقول نو اي ديدنت، يس اي ديد او نو اي ديدنت. لو كان قال لك يس yes، كنت هتقول يس اي ديد، لكن بيقول لك نو no، يبقى نو اي اي ديدنت. بعد كده عندي نمبر 6، ياسر's uncle space used to live in Tunisia، didn't doesn't am wasn't، بس خلي بالك عندي used to كده اهو، كلمة used to، يبقى دي جملة منفية. الجملة المنفية في القاعدة بتاعت النهاردة يا مستر بيقول لي didn't used to، خلص الكلام، يبقى عندي wasn't لا، عندي am لا، عندي doesn't لا، يبقى didn't used to live in Tunisia. number 7، space you used to have a lot of homework، انت كنت متعود انه يكون عندك واجبات كتير وانت صغير، يعني واجبات بالهبل. do did have are، طبعا القاعدة بتقول لنا ايه did، خلي بالك انسى do does و have و are دلوقتي خالص. بعد كده عندي نمبر 8، I spaced to live in a small flat when I was a child، انا كنت متعود ان انا اعيش في شقة صغيرة لما كنت طفل، دلوقتي اكيد شقتكم كبيرة وعندك بيت كبير. am using لا، was using لا خالص، use لا، used to طبعا دي سهلة جدا. نمبر 9، what games space you used to play at the nursery، الالعاب اللي كنت الالعاب الجيمز بقى اللي كنت بتلعبها وانت في حضانه بقى في رياض اطفال. done do did does، خلي بالك القاعده بتقول لك لو question word وبعد كده did ثم الفاعل ثم used to ثم الفعل في المصدر ساده من غير زياده. عندي number 10، she used to مصدر fat but now she is thin، يعني كانت متعودة انها كانت تخينة بس دلوقتي يعني خست حوالي 10 كيلو او 5 كيلو او 3 كيلو. was is being be، خلي بالك used to يأتي بعدها فعل في المصدر، was مش مصدر، is مش مصدر، being طبعا مش مصدر، يبقى she used to be fat but now she is a thin، يعني هي قبل كده كانت تخينة بس دلوقتي رفعت يعني. عندي number 11، no I space used to write letters to my friends يعني لا انا ما اتعودتش ان انا اكتب جوابات لاصدقائي، خلي بالك جمله منفيه بنفي didn't used to، خلص الكلام، يبقى am not لا was لا don't، يبقى I didn't used to write letters to my friends. بعد كده نمبر 12، my uncle used to live in the countryside، عمي خالي جوز عمتي جوز خالتي اعتاد ان يسكن في الريف، but now he space in the city، بس دلوقتي يعيش في المدينة. طبعا lives خلي بالك هنا lives لان هي وشي وات تاخد اس في المضارع، عندك lived لا، عندك living لا، عندك live طبعا لا، خلي بالك live امتى؟ لو كان هنا الفاعل I we you a they. نيجي يا مستر وجدي لسؤال جميل، complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets، خلي بالك بيجي لك أربعة في الامتحان آخر السنة، بيكون الأربعة جرامر طبعا وتلاتة من الاختيارات اللي وتشوز يعني. عندي نمبر 1، ياسر's father not used know how to drive، ما تعودش ان هو يعرف ان هو كيف يقود، بس خلي بالك دي جمله منفيه، الجمله المنفيه خلص الكلام didn't used to، الجمله المنفيه didn't used to، يبقى لازم تعرف ان هي didn't used to. بعد كده عندي نمبر 2، what space you used to learn at primary school، يعني اتعودت انك ايه يعني تتعلم في المدرسة الابتدائية ايه؟ خلي بالك هنا you use وهنا السؤال، خلي بالك في السؤال الكويستشن وورد بجيب did وبعد كده الفاعل وبعد كده used to،
يبقى هنا لازم احط did، يبقى what did you used to learn at primary school. بعد كده عندي نمبر 3، دكتور مجدي يوز، خلي بالك يوز لوحدها تو لوحدها بس انا بنطقها يوز تو، help people with heart problems، يعني كان معتاد ان هو يعالج الناس الذين يعانون من مشاكل القلب. يبقى دكتور مجدي لازم تقول يوزد، يعني هي يوزد لو كلمه منفصله، يوز تو اذا كانت ايه اللي هو اعتاد ان. بعد كده نمبر 4، هاو ديد يو سبيس يوز تو جو تو سكول، خلي بالك دي في السؤال، في السؤال والنفي نتعامل مع المصدر خلص الكلام. يبقى هاو ديد يو يوز تو جو تو سكول، يعني انت كنت متعود تروح ازاي المدرسه، ممكن انت كنت بتروح بالعجله زمان، دلوقتي ممكن تقول اي يوز تو جو تو سكول باي بايك، دلوقتي ماي فادر درايفز مي ذير. بعد كده نمبر 5، ماي انكل يوز سبيس اي فاير فايتر but now he is a police officer، كان متعود انه كان مكافح للنيران في المطافي، خلي بالك لازم يوز تو، لازم يوز تو زائد الفعل في المصدر. يا مستر وجد ما هي مصدر، بقول لك ليه يا حبيبي، لازم يوز تو، لازم تو بعدها، يوز تو بي اي فاير اي فايتر but now he is a police officer. عند نمبر 6، I used to swim a lot when I space younger، أنا تعودت إن أنا كنت بعوم لما كنت، يبقى am، خلي بالك am ماضيها was، am ماضيها إيه was، يبقى when I was a young. بعد كده نمبر 7، that building used to space a cinema، يعني المبنى ده يعني كنا متعودين ان احنا نشوفه كمبنى ايه كسينما يعني، بس دلوقتي شالوا السينما وعملوا اي سوبر ماركت ولا اي حاجه يعني معنى ذلك ان السينما مش موجوده دلوقتي، خلي بالك في البيلدينج ده، يعني they used to زائد الفعل في المصدر يبقى be. بعد كده عندي نمبر 8، ايمن used to space had a sports car، ايمن كان متعود عنده يكون عربيه سباق، عربيه رياضيه، بس دلوقتي اعتقد يمكن معها ولا حاجه يعني، ما علينا، يوز تو زائد الفعل في المصدر، هاد مش مصدر، لازم ترجع ل هاف، خلي بالك هاد مصدرها هاف وهاز مصدرها برضو هاف. بعد كده عندي نمبر 9، هي يوز تو سبيس سينجز نايس سونجز، يعني هو اتعود انه كان بيغني اغاني لطيفه، بس خلي بالك حبيبي هنا سينجز فيها اس، يبقى لازم نشيل الاس دي، يبقى هي يوز تو سينج نايس سونجز. بعد كده نمبر 10، وي ديدنت يوز تو سويم، خلي بالك انا نطقتها النطق يوز تو، ولكن لما تكون في الجمله المنفيه لازم تبقى يو اس اي بدون طبعا الدي، يبقى هنا وي ديدنت ياتي بعدها يوز تو، بس خلي بالك وبعد كده الفعل في المصدر اللي هو ايه سويم. بعد كده عند السؤال نمبر 11، did he used to ride bike، سؤال كان معتاد ان يركب العجل، بس خلي بالك عندك did، عندك الفاعل ثم used to بس من غير الدي، وبعد كده ride a bikes. حبايبي الحلوين ننتقل الى سؤال جميل جدا، هو عندي general exercises on lessons 3 and 4، تدريبات عامة على درسين الثالث والرابع، انا قلت لك في تدريبات كتير جدا. عندك السؤال الاولاني هنا، listen and choose the correct answer from A, B, C or D، خلي بالك السؤال ده حبايبي بيكون عليه 4 درجات، بيكون اخر السنة، بتستمع الى نص من حوالي تقريبا 30 كلمة، في 4 اسئلة اختيار متعدد بناء على الجزء النص الاستماع انك انت تسمعه هتجاوب على هذه الاسئله. Are you ready؟ يلا نبتدي. خلي بالك انا اقول لك جزء نص الاستماع مرتين وبعد كده انت هتكتشف او هتتبين الاجابات. طبعا جزء نص الاستماع ده صفحه 362 في كتاب المعاصر. The ancient Egyptian doctors used to use plants to help people with burns. We still use plants today. The ancient Egyptian doctors were clever. Again, the ancient Egyptian doctors used to use plants to help people with burns. We still use these plants today. The ancient Egyptian doctors were clever. خلي بالك انا قلت لك الجزء مرتين، بناء على المرتين دول اكيد انت دلوقتي عرفت ايه الاجابات. عندي the ancient Egyptian doctors، خلي بالك هنا ايه، عندي doctors طبعا مش rulers or teachers or scientists. Number 2، what did they use to help people with burns؟ seeds،
medicines plants mud. طبعا ايه plants؟ لاحظ ان ولا ترجمته لاي حاجه لان مش هيترجم لك هذا السؤال او حتى اي سؤال تاني يعني. Number three, the ancient Egyptian doctors were clever, patient, brave, kind. على حسب الجزء اللي انت سمعته ايه clever. بعد كده عندي number four, we still use some of these space today like them. Tools, plants, doctors, pumps. طبعا هنا plants. نيجي بعد كده يا مستر وجد للسؤال الجميل اللي ان شاء الله يعني في الغالب كده هعمله فيديو خاص تحديدا اللي هو how to answer this question اللي هو السؤال الديالوج او المحادثة. Complete the following dialogue. اكمل المحادثة الاتية. بيجي لك السؤال الثاني في الامتحان. بيكون عندي 10 تبادلات. بيكون عندك عنوان اشرف asks ايمن about his hero. خلي بالك انا عملت الديالوج على الهيرو وعملنا باراجرافز كتير في القناة وكان عن محمد صلاح. خلي بالك هنا بيدي لك عنوان للديالوج. انا هنا عندي اشرف asks ايمن about his hero. وخلي بالك تعطى لك الجملة الاولى كاملة سواء كانت اجابة او سؤال. عندك اشرف بيسأل who is your hero يا ايمن، مين البطل المفضل بتاعك او من بطلك يا ايمن. خلي بالك نصيحتي ليك بقى انك تقرا الدايلوج كله بدون حل علشان تعرف هو مين بيكلم مين، بيتكلموا فين، بيتكلموا بخصوص ايه، بيتكلموا امتى والحاجات دي. حلو الكلام. وبعد كده تقدر تخمن الاجابات المطلوبه. خلي بالك الخمس فراغات دول بيكون ثلاثة منهم صيغه اجابه، ثلاثة منهم صيغة إجابة جمل على هيئة إجابة، وبعد كده اتنين منهم على شكل أو صيغة سؤال. اللي بصيغة الإجابة اكتبها لك باللون الأزرق، واللي بصيغة السؤال اكتبها باللون الأحمر. طب ما تيجي نشتغل يا مستر وجد عشان الوقت. عندي أشرف بيكلم أيمن who is your favorite hero، فأيمن هيرد عليه ما يقول له مثلا فلان ما نعرفش مين، ولكن أشرف بيسأله سؤال بعد كده يقول له what was your great grandfather job، ماذا كانت وظيفة الجد الأكبر؟ يبقى أكيد هيقول له أكيد الجد الأكبر. ما أنت مش هتجاوب بمزاجك بقى. خلي بالك أيمن هيجاوب هيقول له وظيفته كذا، يعني مش عارف أنا وظيفته إيه، ما تكتبش أي وظيفة برضه. فأشرف بيقول له إيه great، حاجة حلوة، بس برضه إحنا لغاية دلوقتي برضه ما عرفناش. هيسأله سؤال برضو الله أعلم السؤال، بس أيمن بيقول له إيه he worked in a big hospital in Cairo. يبقى خلي بالك دلوقتي عرفنا من الإجابة بتاعت أيمن أنه كان بيعمل في مستشفى كبيرة في القاهرة، يبقى عرفنا أنه كان دكتور. ولما نيجي نسأله كان بيشتغل فين، يبقى كان بيشتغل في مستشفى في القاهرة. بعد كده أشرف هيسأله was he a surgeon، كان طبيب جراح، هيقول له yes he was no he wasn't مش عارف. ولكن هنا بيكمل الكلام أيمن بيقول له he was a dentist، كان طبيب أسنان. يبقى طبيعي هيجاوب لما قال was he a surgeon، طبيب جراح، طبيعي لازم يقول له no he wasn't أكيد طبعا. خلي بالك عشان أنت مش بتجاوب yes he was or no he wasn't بمزاجك. بعد كده أشرف هيسأله سؤال الله أعلم هذا السؤال، وبعد كده أيمن هيرد عليه he used to be a volunteer for the Red Crescent، يعني اعتاد ان هو يبقى متطوع في الهلال الاحمر. طب ما تيجي نحل يا مستر وجدي، عشان كده ان شاء الله هخصص له فيديو تحديدا يعني عشان ما نحلوش بسرعه زي كده. هو از يور فيفورت هيرو، ايمن طبيعي هيقول له ماي جريت جراند فاذر، ماي جريت جراند فاذر. بعد كده اشرف هيقول له وات واز يور جريت جراند فاذر جوب، هنا طبعا هيقول له هي واز اي دكتور، هي واز اي دكتور. خلي بالك الاثنين باللون الازرق. بعد كده جريت، بعد كده يسأله وير، خلي بالك وير أين للسؤال على المكان عشان البيج هوسبيتال. وير السؤال في الماضي بالفعل المساعد ديد، وبعد كده الفعل هي، وبعد كده ثم الفعل في المصدر. وير ديد هي ورك، كان بيشتغل فين؟ قال لك هي وركت ان اي بيج هوسبيتال ان كايرو. واز هي اي سيرجن، لازم هنا يقول نو هي وازنت، لازم تجاوب بنو هي وازنت، ما تقولش يس هي واز، لان هنا التكمله يقول لك هي واز اي دنتست، كان طبيب ايه اسنان. بعد كده عايزين نقول هو كان متعود يعمل ايه، يعني في يقول لك كان فولنتير، كان متطوع في الهلال الاحمر. يبقى هنا وات ديد هي يوز تو دو، وات ديد هي يوز تو دو، اور وات ديد هي يوز تو بي، يعني خلينا في وات ديد هي، what did he used to do، افضل اللي هو ان نقول ان هو كان بيبقى متطوع في الهلال الاحمر. عندي بعد كده السؤال الثالث choose the correct answer from A B C or D. Number one, Yasser was space a school project when I met him.
looking, doming, taking, spending. خلي بالك العشر جمل اللي جايين دول منهم سبع جمل تخص الكلمات اللي ارجع للفيديو اللي فات، وبعد كده ثلاثة منهم أجزاء جرامر. عندي yes was هنا طبعا doing. Doing a school project، يقوم بعمل ايه؟ مشروع مدرسي. عندي بعد كده number two، an emergency is something اللي هو حالة طوارئ، حاجة ايه أكيد خطيرة وجادة يعني، or dangerous that you need to do something quickly about. safe اكيد لا، slow لا، silly لا، عندي ايه؟ serious. بعد كده عندي number three، we know about the ancient Egyptian doctors because they wrote down their، كانوا بيكتبوا الافكار بتاعتهم بقى. هنا عندي stories، games، ideas، addresses. طبعا انت لازم ترجع للدرس كويس جدا. انا بتكلمك على ايه؟ على اعتبار ان الدرس الثالث والرابع، الدرسين الاول والثاني خلاص انت عارفهم حبيبي، امال ايه؟ يبقى هنا stories، games، ideas، addresses. طبعا ودي جمل في الكتاب اصلا يعني، في اجزاء الريدنج اللي كنا بنقراها. عندي number four، lungs take in the in air and help us to، الرئتين بتساعدنا على ايه؟ على هنا used to release، relax، please breathe. طبعا دي breathe يتنفس، وخدنا الفرق بين breathe و breath اللي هي بالتي اتش من غير الاي، breathe يتنفس و breath نفس. بعد كده عندي number five، Lena's cousin in hospital with an eye space. بنت عم ولا بنت خالد لينا دي في المستشفى ليه؟ عندها مشكلة في العين بايه؟ experiment، infection، plant، light. طبعا عندي هنا infection، هنا عدوى. بعد كده السؤال، خلي بالك كله عن used to تقريبا يعني، مش كله. عندنا في جملة رقم 6 و7، اكيد في جملة تانية هتبقى عن used to اللي هو جملة رقم 9 ان شاء الله يعني. Who did you space to play with at break؟ كنت متعود تلعب مع مين في البريك في الفسحة؟ خلي بالك السؤال هنا طالما انت اشتغلت في صيغة السؤال، يبقى who did you بعد كده الفعل في المصدر، خلي بالك اللي هو used to في المصدر قصدي يعني. يبقى هنا who did you used to play with at break. Number 7، I used to space kites. طبعا used to زائد الفعل في المصدر، خلاص بقى حلها لوحدك، انا ممكن ما احلها لكش دي بقى. عندك fly، flew، flying، flies. طبعا flies لا، او flying of ing، وflew دي الماضي، اما دي I used to fly kites. بعد كده عندي number 8، I always give money to A or N space that helps poor children. يعني انا دايما بأدي الفلوس ليه اللي بتساعد الاطفال الفقراء. school، charity يعني جمعية خيرية، خلي بالك. عندي library، عندي bank، طبعا دي طبيعي تكون ايه؟ charity. واحد يسألني يا مستر اجد هو ليه A و N؟ اقول لك charity علشان لو انت خدت charity يعني احنا خدنا charity، يبقى نحط A charity او A library or A bank or A school. خلي بالك N دي لو كانت الكلمة اللي هيتم اختيارها تبدأ بفاول حرف متحرك AIOUE. بعد كده عندي number 9، space علي used to work as a surgeon before 2010. يعني هل علي كان معتاد انه يشتغل كطبيب جراح قبل سنة 2010؟ طبعا السؤال بي does، was، did، had. طبعا دي سهلة جدا هنا، عندي ايه؟ did وبعد كده الفاعل used to ثم الفعل في المصدر. بعد كده عندي the opposite of rich is، عكس rich ايه؟ rich يعني غني، sad، sick، well، poor. خلي بالك الكلمات دي المفروض تبقى عارفها. يبقى the opposite of rich is a poor. دي خلي بالك من الجزئية اللي انا كنت بقى دايما اشرحها، لان دايما اقول لك تشرح يعني، نستمع للشرح كتير يعني. لما كان الجدول اللي بيكون الكلمة وعكسها كنا بنقول poor، rich، tall، short وهكذا. واحد سألني قبل كده هو دول هنحفظهم ليه يا مستر؟ اقول له لما يجي لك حاجة زي كده في الامتحان يقول لك the opposite of rich، عكس rich، انت بتبقى عارف ان عكس rich ايه؟ poor. تختارها، بيجيب لك poor وثلاث كلمات اخرى. ممكن يقول لك poor is the opposite of كذا، برضو نفس الكلام poor عكس كلمة ايه؟ يجيب لك rich واي ثلاث كلمات اخرى. بعد كده عندي number 4، complete the sentence with the correct form of words in brackets. خلي بالك كلهم عن used to، اعتقد الامر دلوقتي بقى سهل جدا. عندي I used to play basketball، كنت متعود العب basketball، بس دلوقتي ما بلعبش. but I space
didn't know. خلي بالك بس دلوقتي في الحاضر، الوقت الحاضر ما ينفعش نقول didn't، لازم تنفيها ب I، يبقى I A don't. خلي بالك لو هي أو she أو it هتبقى doesn't عشان تعمل حسابك، مش كلها don't، ما هي يا إما في المضارع تبقى don't or doesn't. أنا قلت don't عشان I يعني. بعد كده نمبر 2، they space not used to get up early on Fridays، ما كانوش متعودين ان هو يصحوا بدري في الاجازات. بس خلي بالك هي منفيه، بس شكل النفي ايه؟ شكل الجمله وهي منفيه ايه؟ لازم قلنا ننفي didn't used to get، didn't used to بعد كده المصدر، يبقى هنا عندي didn't used to get up early on holidays. بعد كده عندي نمبر 3، what space you used to do. خلي بالك انا قلت لك used to do، you used to، بس خلي بالك هنا السؤال، في السؤال بنستخدم عندي الكويستشن وورد، وبعد كده عندي did، وبعد كده الفاعل، ثم used to بس خلي بالك من غير الدي، وبعد كده to do. يبقى هنا what did you used to do، بس كده الجمله خلصت. بعد كده نمبر 4، when I was 10، يعني لما كنت 10 سنوات، I used to space funny، كنت متعود كده ان اكون مرح كده ولطيف واهزر ومش عارف ايه وكده اهو. يبقى I used to، خلي بالك عندك هنا was، خلي بالك was the verb to be in the past، انا عايز يا مستر وجدي الانفينيتيف، يبقى هنا I used to be funny، I used to be funny. بعد كده حبايبي السؤال الخامس، to create، to be creative، create الابداع، write a paragraph of about 90 words on، طبعا ده مجيب عنه في نهايه الكتاب، عندك صفحه 359 our body جسمنا. خلي بالك وفي القناه عملت لك اكثر من paragraphs، اكثر من ايميل علشان ايه؟ ترجع لهم. مهمتك دلوقتي يا بطل انك تراجع الفيديو ده كويس جدا، وتراجع الفيديوهات السابقة، وتنتظر الفيديوهات اللاحقة. ان شاء الله الفيديو القادم هيكون فيديو جديد لشرح الدرسين الخامس والسادس من الوحدة الثالثة. With my best luck Mr. وجدي نبيل.